باهي سيدي، مرحبا بك. انا نحب نعطيك مبسطة على الشيء اللي نعملوا فيه اليوم في مستوى الحجرة، الغرفة التجارية للصناعة والتجارة بالوسط، بالساحل، فهمتي؟ بالوسط. دونك هو اليوم احنا اليوم في نطاق اللجنة الجهوية الفرعية متاع متابعة المشاريع الكبرى، باش لتنفيذ مشروع ميناء النفيذ العميق والمنطقة اللوجستيكية. دونك في الإطار هذا احنا كوننا هاللجنة هذه، تتكون من 3 نواب اللي حضرتوا المرة اللي فاتت في الولاية، دونك اللي هما الأخت منيا إبراهيم، سي أحمد السعيدي، وأنا حافظ الزواري. واخذينا 3 من خارج من المجتمع، اللي هو سعز الدين قاسم خبير في الأمور البحرية، وسي عبد الجليل البراوي تفهمتي في أمور القانونية، والأخت فاتن البصلي اللي هي المديرة العامة متاع الحجرة، الغرفة، غرفة التجارة والصناعة بالوسط، اللي هي مطلعة على كل مشاكل الصناعيين والتجار في الجهة كاملة. معناها الوسط هو معناها اللي يضم ولاية سوسة والمسير والمهدية والقروان والقصرين، فهمتني؟ في الإطار هذا اليوم احنا نجتمعوا في اللجنة هذه على إعداد مؤتمر جهوي باش نحسوا المواطنين شنو الحسنات نتاع البورت هذا في الجهة، مش مشيخ لك مواطن شغل، مش مشيخ لك حركية على الجهة الولايات هذوم الكل وعلى البلاد كاملة، فهمتي؟ دونك هذا هو الهدف من العملية هذه. وإحنا كنا الأسبوع اللي فات قمنا بزيارة لسيد وزير النقل وحسسناه وطلبنا منه لتنفيذ القرارات نتاع المجالس الوزير اللي وقعت، خاطر هو برط نفيذة والمنطقة اللوجستيكية هو معناها قرار خذته الحكومات المتعالقة من 2009 حتى لآخر حكومة، اخر مجلس وزاري هو في 18 افريل 2016. دونك احنا طالبين من الحكومه باش تسرع في تنجيز في انجاز هالمشروع هذا، لانه مش يخلق تقريب مبدئيا تقريب 3000 موطن شغل في البرط، والنجم المنطقه اللوجستيكيه والمنطقه الصناعيه اللي مش تخلق في حوله تنجم توصل تخلط حتى 50-60 ألف. هذا هو الشيء اللي نعمله فيه. دونك وهنا حبينا نقربوا الاهل الذكر اللي هم الصناعيين والتجاره نتاع الجهه. هذا هو الهدف نتاع اللجنه هذه، وهذا هدف اجتماعنا اليوم. واليوم احنا في الاجتماع هذا قررنا باش نعملوا مؤتمر جهوي حول برط النفيذه قبل 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 مؤتمر الاستثمار اللي مشى على نهار 29 و 30 نوفمبر 2016، اللي هو وقعت برمجه برط النفيذه للتسويق نتاعه في المؤتمر هذا. ربما ميناء المياه العميقة في النفيذة هو فما فيه برشا قرارات وفيه يعني برشا دراسات اللي قامت حوله، شنية ربما العوائق اللي خليته لحد الآن مازال حبر على ورق؟ ما بالواقع ما ثم حتى عوائق، هو ممكن الحكومات اللي تعاقبت وكل واحد يبدأ حاجة ما يكملهاش، والمسؤولين اللي تبدلت، ممكن معناها السبب فيه هو الـ هو الـ الـ عدم تنسيق وعدم معناها باساسيون، ما قعدش تمشي بالكدا الاكثر ولا اقل، هذا هو المبدا نتاعو. اما برط النفيذه بالواقع دونك ولا حاجه اقتصاديه كبيره للبلاد، قطع النظر على انه برط عميق ولا حاجه ملحه للبلاد. حسب رايك وحسب ما تلاحظوا توا من تفاعل الحكومه وتفاعل المجتمع المدني واهل الذكر في سوسه، وقتاش حسب التقريب يمكن للمشروع هذا انه يرى النور؟ والله المشروع هذا يمكن يرى النور، دونك معناها احنا مدريين في اقرب الاجال، لكن ماك تعرف البيروقراطيه التونسيه واللي زابيل دوفر والمشاكل والشفافيه والكل. دونك ولو احنا اتصلنا ببعض الوزراء في الحكومه يقول لك في مجلس النواب سرعونا بقرار قانون نتاع الاجراءات الطوارئ للواحد باش يسمح لهم باش يسرعوا في الامور، دونك تحبلوا على الاقل عامين اخرين اذا كان بالطرق اللي موجوده اليوم. اي 2019، لكن احنا نحبوا نسعروا اكثر، فهمتي؟ ان شاء الله نصاروا اكثر. وبالمناسبه زاد نحب نشكر سي نجيب الملولي اللي هو رئيس الغرفه نتاع الوسط، اللي هو فتح لنا الغرفه في نطاق معناها مسؤولياته، في نطاق بواجبه الجهوي معناها الجهه بكلها، باش برط النفيذه يرى النور، فهمتي؟ وهو من الناس اللي من المدعمين للمشروع هذا، لانه مشروع يهم كل الصناعيين والتجار والفلاحه للتصدير وللتوريد الكل، فهمتي؟